هجوم سبراني جديد ضرب الداخل الإيراني مرة أخرى وتسبب في خلل كبير في الأنظمة الداخلية الإيرانية لمصانع مهمة في الداخل الإيراني، وكذلك تسبب بانفجار. وهذه جاءت كلها بتفاصيل واضحة ورسمية وباعتراف الصحافة الإيرانية مثل مهر نيوز، كذلك الأسوشيتد بريس قد تحدثت عن هذا الأمر، الواشنطن بوست الأمريكية. باختصار شديد جدا ما جرى هو أن إحدى مصانع الصلب، وتحديدا الحديث عن مصنع خوزستان الذي يأتي إلى جنوب الأهواز هنا بالقرب من الحدود العراقية، هذا المصنع هو مختص في الصلب طبعا وفي الحديد وغيرها من هذه التفاصيل، هذا المصنع تمت مهاجمته من قبل مجموعة من الهاكرز، مجموعة من القراصنة التي قامت بتعطيل النظام الموجود في داخل هذه وفي هذا المصنع تحديدا. وكانت هنالك تصريحات من المدراء والمسؤولين في هذا المصنع، وقالوا بأنهم تمكنوا من التصدي لطبيعة هذا الهجوم السبراني. المثير بهذا الأمر بأن بيانا صدر واعتراف صدر كامل وتام من قبل مجموعة القراصنة التي قامت بهذا الهجوم، وقالوا بأننا العصفور الشرس، هذا هو اسم المجموعة وهذا ما أطلقوا على نفسهم، هذا هو الاسم الذي طبعا يكنون نفسهم به، وبالتالي هم العصفور الشرس، وهي نفس المجموعة تماما التي قامت بهجوم سبراني كبير العام الماضي على محطات الوقود في الداخل الإيراني وتسببت في مشكلة كبيرة في الداخل الإيراني طالت لمدة 10 أيام. كانت هنالك مشكلة للسيارات، لسيارات المدنيين وغيرها في عملية التزود بالوقود في الداخل الإيراني. وعلى هذا الأساس فإن العصفور الشرس أيضا اعترف وقال بأننا لم نهاجم فقط هذا المصنع الذي نتحدث عنه وهو مصنع خوزستان للصلب، بل إننا هاجمنا 3 مصانع. واحدة من هذه المصانع هو مصنع هرمزغان للصلب أيضا الموجود هنا على الخليج العربي وتحديدا بالقرب من جزيرة قشم، أيضا قاموا بمهاجمته سبرانين، وكذلك مصنع آخر هو مصنع مبارك للحديد أيضا قاموا بمهاجمته وتعطيل الأنظمة الخاصة به. وبالنسبة لهذه المجموعة، مجموعة العصفور الشرس، قالوا بأن هذه المصانع هي كلها تابعة للحرس الثوري الإيراني وكذلك تابعة إلى البسيج الإيراني. المثير بأن كانت هنالك صورا لطبيعة ومقاطع مصورة لطبيعة الهجوم السبراني الذي جاء على خوزستان وكذلك لطبيعة الانفجار الذي تم في داخل هذا المصنع. إذا ما توجهنا إلى هذا المقطع الذي طبعا نشرته إيران انترناشنال كما تلاحظون بهذا الشكل، سنلاحظ اللحظات الأولى الأمور كانت طبيعية بالنسبة لهذا المصنع، وفجأة كان هذا الانفجار والاحتراق الذي جاء وطبيعة طبعا الهجوم السبراني أنهم سيطروا على المنظومة وبدأوا يتحكمون بالطريقة التي يريدون التحكم بها حتى أحدثوا هذا الانفجار. وملاحظ جدا بأن حتى الكاميرات التي طبعا نلاحظها هي طبعا نشرت فجأة بهذا الشكل وسربت والواضح من القراصنة مباشرة إلى إيران انترناشنال، وبالتالي عملية قرصنة كبيرة جدا تمت والتاريخ واضح جدا 27 يونيو. كذلك فجأة اليوم وفي منطقة قيترية في طهران تحديدا كان هنالك انفجارا مفاجئا في العاصمة الإيرانية طهران كما تلاحظون في إحدى المحال لتصليح السيارات، انفجار كبير جدا وكان هنالك جرحى بسبب هذا الانفجار. والمشكلة مثل هذه الانفجارات هي غير طبيعية، هي تأتي متسلسلة مع العديد من الانفجارات التي تأتي في الداخل الإيراني دون معرفة من يقف خلف هذه الانفجارات. بكل تأكيد كل هذه الأمور من الهجوم السبراني إلى الانفجار الذي جاء في طهران كما نتحدث الآن هي تأتي حقيقة مع توقيتات مثيرة للغاية، توقيتات مهمة جدا لإيران للعالم بأكمله في مسألة المفاوضات النووية وإنقاذ العالم كما تأمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من حصول إيران على القنبلة النووية، حيث إن صورا قادمة اليوم من داخل العاصمة القطرية الدوحة لحضور كبير المفاوضين الإيراني طبعا علي باقري، وكذلك بلقائه كما هو واضح مع السفير الإيراني في قطر أيضا بوليتيكو الأمريكية قد تحدثت بشكل واضح يوم أمس بأن وفدا أمريكيا من ضمنهم طبعا ومن ضمن هذا الوفد هو روبرت مالي المبعوث الخاص لإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الرجل أيضا قد توجه إلى قطر من أجل هذه المفاوضات، وقد تبدو الأمور وكأن كل شيء سيعود طبيعيا وأن هذه المفاوضات النووية ستنجح، ولكن سرعان ما جاءت التصريحات من وزارتي الخارجية الأمريكية والإيرانية مصرين على الشروط الخاصة بهم، وتوضح بأن الأمور صعبة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية قالت بأن على إيران أن تستغني عن
مسألة الأمور الجانبية التي لا علاقة لها في المفاوضات النووية، في إشارة إلى مطالبات إيران في رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب من أجل النجاح للعودة إلى الاتفاقية النووية، وبالتالي منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. عليك يا إيران أن توافقي وأن تعودي للاتفاق النووي بهذا الشكل، وانتهى الموضوع حتى هذه القضية وحتى هذا المستوى الذي اتفقنا عليه في الفترات الماضية. المثير بهذا الأمر أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأن الاتفاقية والصفقة على الطاولة وهي جاهزة لإيران، وكذلك هو وضح تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة في عدم وصول إيران للقنبلة النووية مهما كانت هذه النتائج، وبأن عليك يا إيران أن تأخذي بهذا الاتفاق وأن الكرة في ملعب إيران. المشكلة أن التصريحات الإيرانية من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كانت بنفس الطريقة، قالوا بالعكس أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات، ونحن مهتمون في عملية رفع العقوبات طبعا، ولن نناقش المسائل النووية بعد الآن. المسألة هي لرفع العقوبات في إشارة أيضا أخرى غير مباشرة قد تكون للحرس الثوري الإيراني والإصرار من قبل إيران من أجل رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني. وعلى هذا الأساس سنكون مهتمين تماما في العودة إلى الاتفاقية النووية. الأمر متعلق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن أمام صدام كبير وإصرار على الشروط رغم استئناف هذه المفاوضات النووية، بل إن أيضا في الداخل الإيراني الصحف الإيرانية المهمة للغاية مثل صحيفة كيهان الإيرانية تحدثت بأن عودة هذه المناقشات والمفاوضات النووية في قطر هو عبارة عن فخ بالنسبة لنا في إيران، وأنه فخ أمريكي خطير لأننا نعود إلى المفاوضات والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التنازل، وبالتالي عودتنا قد تؤشر بأننا نريد ونحن الطرف الذي يريد التنازل. كذلك كانت هنالك تسريبات من الرجل الذي نجح والذي هو السبب تماما في عودة هذه المفاوضات النووية التي طبعا هي أصبحت جاهزة وستبدأ في داخل قطر في الدوحة تحديدا. التسريبات التي جاءت عن هذا الرجل هو جوزيف بوريل، وهو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. الرجل كان في طهران ونجح في إرجاع إيران إلى الطاولة من أجل المفاوضات. كانت هنالك تسريبات قد صدرت من قبل الول ستريت جورنال عن طبيعة ما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم تنازل في هذه المفاوضات النووية، وهذا ما سربه مسؤولون أمريكيون. قالوا لا توجد أي إشارة من رحلة السيد بوريل إلى طهران تدل على استعداد إيران لتقديم تنازلات. المشكلة الحقيقية في هذا الأمر أن إيران بدأت تأخذ احتياطاتها تماما على ما يبدو لسيناريو فشل المفاوضات النووية في ظل هذه الشروط القوية والعناد الكبير الذي يأتي من الطرفين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، حيث أن وكالة رويترز كشفت بشكل واضح اليوم بأن إيران قامت بالتقديم للانضمام إلى منظمة مهمة للغاية بدأت تظهر على السطح وبدأت تبدو وكأنها منظمة مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة الغرب بأكمله، وهي منظمة بريكس التي تتواجد فيها الصين وتتواجد فيها روسيا، بل إن هنالك ثلاث دول أخرى موجودة في هذه المنظمة وهي طبعا جنوب أفريقيا والهند وكذلك البرازيل. إيران الآن تريد الانضمام إلى هذه المنظمة، وعلينا ألا نستغرب أبدا إذا ما تمت الموافقة على انضمام إيران، بل إن النسبة عالية في عملية نجاح انضمام إيران لهذه المنظمة، خاصة وأنها نجحت العام الماضي في الانضمام إلى منظمة شنغهاي. وبالتالي بالنسبة لإيران الواضح هي تبحث عن سيناريو وتهيئ نفسها لسيناريو فشل المفاوضات النووية. نحن في منظمة شنغهاي ونحن أيضا سنكون في منظمة بريكس، لدينا اتفاق استراتيجي طويل الأمد مع الصين وكذلك مع روسيا، لدينا نفوذ في العراق وفي سوريا وفي اليمن ومع حزب الله اللبناني، نمتلك الصواريخ البالستية، نمتلك تقدما نوويا، وبالتالي نحن الأقوى في ظل هذه المعادلة طبعا إذا ما تحققت وتمكنوا إلى الانضمام إلى هذه المنظمة. الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى على ما يبدو بأنها بدأت تشدد عملياتها العسكرية، ليس ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا أبدا، بل بدأت بعملية تنظيف المنطقة من رؤوس الفوضى الموجودين في الشرق الأوسط، قد يكون استعدادا للسيناريو وسيناريو فشل المفاوضات النووية. وهذا طبعا كله كان واضحا من عملية أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس
وهي منطقة وعملية تمت في إدلب تحديدا ضد إحدى وضد أحد العناصر الخطيرين الذين طبعا هم ينتمون إلى إحدى التنظيمات الخطيرة جدا وهم حراس الدين. أتحدث هنا طبعا بالنسبة لما جرى إذا ما اقتربنا من إدلب. هنا كما تلاحظون هذه هي إدلب. الشخص الذي قاموا باغتياله يوم أمس بشكل واضح للغاية بالنسبة للتحالف الدولي الذي اعترف تماما بهذه العملية وقاموا بالعملية بطائرة مسيرة بالنسبة للتحالف الدولي هو أبو حمزة اليمني الذي ينتمي إلى تنظيم حراس الدين المتهم تماما بولائه إلى تنظيم القاعدة الإرهابية. الرجل كان هو على دراجة نارية متوجه من إدلب مباشرة إلى قميناس التي ترونها هنا بهذا الاتجاه وجاءت الطائرة المسيرة لتستهدف أبو حمزة اليمني وترديه قتيلا مباشرة. ونجحت هذه العملية بكل تأكيد. المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف بأن أبو حمزة اليمني تحديدا هذا القيادي الخطير الموجود في حراس الدين التنظيم الذي نتحدث عنه الآن بأنه كان التحالف الدولي يبحث عن عملية اغتياله العام الماضي. حاولوا اغتياله تحديدا في سبتمبر من عام 2021. الرجل كان في سيارة وكان متوجه من إدلب بهذا الطريق الذي ترونه إلى هذه المنطقة التي ترونها وهي مدينة بنش ولم تتمكن طبعا ولم يتمكن التحالف الدولي من اغتياله. تمكنوا من ضرب هذه السيارة التي نتحدث عنها طبعا بالطائرة المسيرة. السائق قتل ولكنه لم يقتل وبالتالي هم تمكنوا بنجاح من تحقيق هذه العملية وهذه الضربة. وكانت الصور قادمة لطبيعة الدراجة النارية التي ضربت بالطائرة المسيرة طبعا المهمة جدا للتحالف الدولي ودمرت بهذا الشكل. بل إن كان المثير في هذا الأمر إن فوق إدلب تحديدا قبل 24 ساعة من هذه العملية التي نراها كانت الطائرة المسيرة تحلق التابعة للتحالف الدولي فوق إدلب لمدة 24 ساعة قبل أن تنفذ هذا الأمر. والواضح نحن أمام طائرة MQ-9 ريبر هي التي نفذت هذه العملية. هي نفس الطائرة التي قامت بعملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 في مطار بغداد. والواضح من طبيعة الانصهار الواضح الذي ترونه والضربة عنيفة للغاية لهذه الدراجة بل هي دقيقة في نفس الوقت. بل أيضا الأنباء القادمة من داخل إدلب تحدثت بأن هذا الرجل نقلوه مباشرة من موقع الحادث إلى مشافي إدلب وكان مشوها تماما وكان صعب التعرف عليه. وبالتالي هذا يوضح بأن هذه الطائرة MQ-9 ريبر قد استخدمت نفس الصاروخ الذي استخدمته طبعا في مطار بغداد وهو الـ AGM-114 Hellfire وقاموا بهذا الاستهداف بنجاح. المثير أن أبو حمزة اليمني تمكنوا من عملية اصطياده بهذا الشكل بعد 11 يوما فقط من عملية أخرى بالنسبة للتحالف الدولي قد تمت في هذه المنطقة التي ترونها تأتي طبعا إلى شمال حلب تقريبا. إذا ما ذهبنا طبعا إلى هذه المنطقة قبل 11 يوما نتحدث طبعا عن 16 من يونيو مقارنة بيوم أمس. بكل تأكيد توجهت فجأة طائرات الشينوك التي تلاحظونها هنا بهذا الاتجاه ظهرت في الليل وهي تتوجه إلى هذا المنزل وقاموا باعتقال أحد القياديين المهمين في تنظيم داعش الإرهابي. كان واليا في الرقة وكان هذا الرجل في تنظيم داعش الإرهابي أيضا أحد المختصين وهو أصبح أحد الخبراء في العبوات الناسفة والقنابل وغيرها. قاموا بمهاجمة هذا المنزل وقاموا بعملية اعتقاله مباشرة ونقله إلى مكان مجهول. ونحن نتحدث هنا عن هاني أحمد الكردي هو الذي طبعا تعرض إلى عملية الاعتقال. وإذا ما أخذنا عددا من العلامات فقط لنعرف هذه المنطقة التي تمت فيها عملية الإنزال الأمريكي وتحديدا من التحالف الدولي بأخذ هذا المرتفع لهذا المنزل. الواضح بأن المنزل ليس هنالك منازل قريبة بكل تأكيد. المساحات مفتوحة هنالك منطقة مزروعة قريبة جدا من هذا المنزل وبعدها مساحة مفتوحة وبعدها يأتي حقيقة أيضا منطقة مزروعة أخرى مع ملاحظة هذه الشاحنة أو الناقلة للنفط أو للوقود بالتوجه إلى القمر الصناعي مباشرة لنلاحظ أين تقع هذه المنطقة في القمر الصناعي. كما تلاحظون هنا سوريا بهذا الاتجاه بالهبوط إلى حلب. سنلاحظ بأننا أمام حلب هنا بهذا الاتجاه إلى شمالها على مسافة 68 كيلومترا سنكون أمام مدينة يطلق عليها مدينة جبة الدم. إلى شرقها هنا بهذا الاتجاه بأقل من كيلومتر تقريبا 800 مترا سنكون أمام هذا المنزل. بالعودة إلى شهر يونيو بالقمر الصناعي ستظهر لنا وستظهر لنا هذه الناقلة التي رأيناها في الصورة بكل تأكيد الموجودة في الموقع الذي تم إلقاء القبض على
هاني أحمد الكردي. إذن هذه هي الناقلة، هذا هو طبعا الموقع أو المكان أو الجزئية المرتفعة الموجودة في هذا المنزل. المساحة مفتوحة، منطقة مزروعة، مساحة مفتوحة، منطقة مزروعة. تمت عملية الإنزال بهذا الاتجاه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي وألقوا القبض عليه، والواضح بأنهم بدأوا يضربوا القيادات، يختطفوا القيادات. واضح بأنهم حصلوا قد يكون على معلومات متعلقة بأبو حمزة اليمني وتمكنوا من عملية اغتياله إلى جنوب إدلب. بكل تأكيد ضرب رؤوس الفوضى هي قد تكون استراتيجية قادمة جدا وقادمة بشكل واضح من التحالف الدولي استعدادا لإيران وفشل المفاوضات النووية. ففشل المفاوضات النووية سيعني تصعيدا إيرانيا في الداخل العراقي، تصعيدا إيرانيا في الداخل السوري، خاصة وأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران أخذت الكثير من المواقع التي انسحبت منها روسيا في الداخل السوري. وكذلك أن تركيا لديها عملية مهمة جدا وهي خلق منطقة آمنة، قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها ستنطلق قريبا بعد لقاء مهم قام به مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان. بكل تأكيد وعلى هذا الأساس أن هنالك الكثير من الأطراف التي ستضطر إلى الصدام، ليست فقط الفصائل المسلحة الموالية لإيران بل أيضا قوات سوريا الديمقراطية، وحدات الشعب الكردية، تركيا ستدخل. وبالتالي في ظل هذه الصدامات مع الصدامات بين التحالف الدولي والفصائل المسلحة الموالية لإيران بين فترة وأخرى، تعطي فرصة عظيمة لتنظيم داعش الإرهابي للعودة والنشاط واستغلال الصدامات، بل حتى تنشيط نفسه بشكل أكبر في الداخل العراقي. والواضح بأن التحالف الدولي يضرب الرؤوس لتنظيم داعش الإرهابي الآن والقيادات من أجل تقليل عملية الفوضى المرتقبة في الداخل السوري إذا ما فشلت المفاوضات النووية والاستعداد إلى ما هو أهم بالنسبة إليهم. ولكن المشكلة الحقيقية أيضا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي منتبهة إلى أن مشكلة الشرق الأوسط كبيرة للغاية الآن بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك لأن ليست فقط الأمر متعلق في هذه الفوضى التي نتحدث عنها والصدامات إذا ما فشلت المفاوضات النووية. فشل المفاوضات النووية هو فشل في الحصول على الطاقة من إيران، قد يكون إرباكا في العراق يؤثر على إمدادات الطاقة في الداخل العراقي مع الأزمة الجارية مع روسيا، قد يعني صعودا كبيرا لبرميل النفط ولأسعاره، والتضخم قد يكون أكبر بكثير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا في ظل مسألة الطاقة وأزمة طاقة خطيرة للغاية جعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهنا تأتي أهمية الشرق الأوسط الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه الأزمات. لاحظ كيف أن الرئيس الأمريكي بحسب 538 فأن مصادقة الشعب الأمريكي عليه في أول 525 يوما وحتى يوم أمس هو بنفس عملية المصادقة، مصادقة الشعب الأمريكي ومدى رضاهم على أو رضاهم على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن هو 39.6% و 55.6% غير راضين عليه تماما، بل ما يزيد الطين بلة بأن هذه النسبة هي الأسوأ على الإطلاق مقارنة برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 حتى يومنا هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مقارنة بدونالد ترامب في أول 524 يوما فإن دونالد ترامب كان أفضل بنسبة 41.9% من مصادقة الشعب الأمريكي مقارنة بهذه النسبة. وبالتأكيد باراك أوباما كان أفضل في أول 524 يوما، بوش، جورج دبليو بوش، بيل كلينتون كذلك، بوش الأب كان أفضل بكثير، ريغان أفضل كذلك، لدينا جيمي كارتر، جيرالد فورد كما تلاحظون من هذه النسب، نيكسون، جونسون وكينيدي، وكذلك دوايت آيزنهاور، وأخيرا هاري ترومان كما تلاحظون، الرجل الذي استخدم القنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي كان هو أفضل حتى يومنا هذا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في مصادقة الشعب الأمريكي عليه. وبالتالي فعلا الإدارة الأمريكية بحاجة لإيجاد حلول كثيرة في هذه المسألة وفي الشرق الأوسط وفي مسائل الطاقة، وقد يكون نجاح المفاوضات النووية هو الأفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن عندما نتحدث عن الطاقة وهدوء المنطقة.